الطش والرش، هلا يا ابونا شمورة. هلا والله سهلا. يا مرحبا. كبرت الحفر كله يا خال. يا قلبي يا نشبورة، شلونك عبوش؟ كيف حالك دحموش؟ يا عيوني يا ثنتين. تراني جاينا الحفر عشان اختي اللي هي امك، وعشان ابوك، وعشانك انت واخوك. لا تكذب، جاين عشان طيري. طيب شلونك؟ طيب حياك الله. حي الله ابونا شموره، شعلومك؟ والله بخير ابشرك. طيب يا ابو سعود. يا هلا والله سهل. الحين وين رايحين؟ الحين رايحين للقاعده العسكريه. والحفر؟ الحفر 20 كيلو من هنا، احنا ساكنين في القاعده لنا 11 سنه. أبشرك. القاعده كم تبعد؟ القاعده تبعد 70 كيلو من حفر الباب. اوه بعيد. لا قريب، ما على الحديد بعيد. وهناك فيه احد من ربعنا؟ ابشرك، ربعك واجد العتبان والقبيله الديفه الخصيم، وياخذ ربعك يحترونك بس انتظارك. توكلنا على الله. هذه مدينه الملك خالد. هذه مدينه الملك خالد العسكريه، الله يرحمه ويجعل عظامه في الجنه. عنا ساكنين فيها وابد. وبتجلس في الحفر الى متى؟ نجلس طال عمرك نقضي خدمتنا العسكريه، والله يستر علينا فيما بعد خدمه وطننا ونرجع لديارنا. الله يسعد ذا الوجه دنيا واخره. يلا اقلط اقلط على القهوه. والله يحييك. هلا والله سهلا. تسلم تسلم يا نشموره. يلا مرحبا. اللي ترى مر الله يحييك. يا هلا والله سهلا. ما شفت غرفتنا يا خالد. هذه غرفتك انت ودحموشي؟ ايوه. طيب انت ليش ما تجي عندنا في الطايف؟ الطايف انا مو احبه. ليش؟ عشان يا قلبي. ما شاء الله ما شاء الله. وانت من سريرك يا نشمورة؟ انا ما شاء الله ما شاء الله. قول وقيل وكلام فنس. ادخلونا خلنا نشوف غرفتكم. حبوش وين سريرك؟ ما تعرف عني. هذه ماستي وذاكر فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله، هذه ماستي سعودي ذاكر فيها، وهذه غرفته، وان شاء الله يصير دكتور سعود ان شاء الله. واحط الشهاده هنا، النجمه هنا. ما شاء الله ما شاء الله. شهادتك وين؟ ما شاء الله عندك شهاده بعد. ايه جايب ممتاز سعود. جايب دكتور ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. ابشر بالهديه والجائزه يا نشموره، ابشر بالجائزه. وش تبي؟ وش الجائزه اللي تبيها؟ قل بس. الجائزة جاية. قل جيتك عندنا هنا تكفي. بس جيتك عندنا هنا تكفي يا قلبي. لا والله أبشر. تصميم البيت غريب نوعا ما، كأنك داخل غرف البواخر اللي تجي في البحر. أبو نشمورة، تصميم البيت غريب يا ما شاء الله. الله يصلح لك عيالك. الله يا أبو سعود. الله يعافيك. وأنا يعجبني ابن عمي اللي لا راح للديار النايدة في أطراف المملكة، جاب المراجل وجاب العلوم الغانمه. ويسلمك ابد ما عليك. سمعتك سابقتك، وان شاء الله تخلص خدمه وطنك وترجع علينا بالسلام. طيب ان شاء الله. الله يحييك يا خالي. تحيه امك. خلاص ما عاد بلحيه التحايا يا نشموره. تقول اهل الطايف يحشون في الناس، وتقول ان يجيكم، وانك تجينا في رمضان ما نحش احد. الا تحشون والشياطين مربطه وتتكلمون عنا. رمضان الشياطين مربطه ما نتكلم. الا تتكلمون. هم احد قد حشك من اهل الطايف؟ انتم تحشون بعضكم كلهم. هاقمكم.